12 ديسمبر الأوبرالي ابن الزوات حسن كامي، اتولد سنة 1936 وهو سليل الأسرة العلوية. ابتدى عشقه لفن الأوبرا بعد ما شاف فيلم ذا جريت كاروسو، واللي بتحكي قصة حياة المغني الأوبرالي العظيم إنريكي كاروسو. ولأن كامي كان موهوب فكان بيتكلم 4 لغات بطلاقة. درس الحقوق علشان كان عايز ينضم للسلك الدبلوماسي، وجنب دراسته ابتدى يدرس فن الأوبرا في الكونسرفتوار واشتغل مدير طيران. ابتدى كامي مشواره الفني من خلال الغنى الأوبرالي، ومع إنه ما انضمش للسلك الدبلوماسي لكن صوته خلاه سفير لمصر في مختلف دول العالم. كامي هو أول مصري يقوم ببطولة أوبرا عايدة، ده غير إنه شارك في بطولة 270 أوبرا على مدار مسيرته واللي استمرت أكتر من نص قرن. أما عن دخول كامي لمجال التمثيل فكان من خلال فيلم جنون الحب سنة 1977. أما في المسرح فرشحه الفنان محمد نوح للمشاركة في مسرحية انقلاب، وشارك كامي في أكتر من 100 عمل، منهم أفلام زي سمع هس وعلاقات مشبوهة. أما في التلفزيون فكانت مشاركته من خلال مسلسلات زي بوابة الحلواني وهوانم جاردن سيتي، ونيجي للمسرح اللي قدم فيه مسرحيات زي سندريلا والناس بتحب كده، وأخيراً الإذاعة واللي شارك من خلالها في مسلسلات إذاعية زي برازيل يا هوا